السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن حادثة أو درس أنا تعلمته جديد في حياتي اللي هي الاجتماعية أو حياتي اللي هي الإدارية. أنا عضو مجلس إدارة أحد الجمعيات الكبيرة في العالم، وكنت يعني حريص على أن أنا في يوم من الأيام أمشي، لأن تأثيري في الوجود فيها مش جيد، يعني مش كبير يعني إلى آخره. وكنت عرضت هذا الأمر على رئيس الجمعية وقال لي انتظر. وفي نفس الوقت في بعض الأماكن الناس بتتكلم عنك كلام سيء وناس بتتكلم عنك كلام جيد. فجالي يوم من الأيام تليفون من اللي هو المدير التنفيذي الكبير للجمعية والمدير العام يعني. فطبعا هذا الرجل رجل طيب ومحترم وخلوق، نادر ما كان يتصل بي. فأنا قلت يعني أكيد في شيء حصل في دولتهم، هم سيطلبون مني أن أنا يعني أغادر. فأنا حضرت نفسي لهذا المقال لأن أنا كنت يعني زاهد في الاستمرار. فراودتني نفسي أن أنا أرسل رسالة أو أن أنا أرسل للنائب بتاعه رسالة أو أن أنا أكلمه في التليفون. فما بين لحظة اتصاله وما بين مهاتفته لي مرة أخرى في اليوم التالي كان صراع كبير جدا بيني وبين الشيطان. ماذا أفعل؟ وهنا التسرع. دائما الشيطان يقول لنا كونوا سريع القذفات ودون تفكير ودون وعي ودون إدراك. ففي اليوم التالي اتصل بي هذا الرجل الخلوق وقال لي شيئا يختلف تماما عما كنت أفكر فيه بالأمس، إن في شخص من هؤلاء الأشخاص معهم وعضو في الجمعية العمومية، يعني بيحضر كل سنتين مرة، ومكتوب أحد البنوك ذكرت اسمه فبترفض تحويل الأموال، وفيش إلا هذا البنك الوحيد في الدولة هو اللي بيحول أملك الأموال. بحاول أنهم يتفاهموا مع هذا الشخص الكريم الآخر أنه يعني يتنحى عن منصبه، كانوا بياخدوني انا كوسيط. طبعا اعرف الشخص قابلته مره او مرتين فقط لكن ليس إدراك عليه. فهنا في القصه دي في اعتباريتين، يعني في شيئين نتعلمهم منهم وانا تعلمت منهم. اول حاجه لا تكون سريع الطلقات، لا تكونوا سريع الطلقات على الاطلاق، انتظروا واصبروا حتى يتحدث من تريدون الاستماع اليه. دي نمره واحد مهم جدا 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 جدا. نمرة اتنين ان انتم ما تبكنوش في النهاية، يعني اللي هو بتتخيلوا الامور على ما ترونها دون ان تعلموا او تعرفوا ما يدور في خلد الاخرين. ما كنت افكر فيه شيء وما كان يفكر في الاخرين شيء تاني. نمرة ثلاثة الشيء الغريب لهذا الشخص الفاضل اللي هو رافض انه يمشي، انه اصبح دلوقتي جزء من الخطورة ان لم يكن هو الخطر الوحيد على الجمعية، علشان احنا عايشين في عالم ظالم. مش معنى كده ان الشخص ده وحش ابدا، العالم اللي ظالم عالم ظالم خلاص، ومصلحة المؤسسة انك تمشي وانت اصلا بتحضر كل سنتين او ثلاث سنين، ساعات تحضر وساعات ما تحضرش، ويعني وجودك او عدم وجودك لا يؤثر في مسيرة هذه المؤسسة. ده الخطورة في الامر، ان احنا يا اخوانا لابد. طبعا في بعض الناس هيقول لك اصل عشان الظلم وعشان قيم وعشان الاخلاقيات، كل ده عارفينه، لكن حينما نعيش في مجتمعات او نعيش في عالم يؤمن بالقيم والاخلاقيات والمبادئ والعقيده نبتدي نحلل. دلوقتي حاليا احنا في فتره اضعف بكثير من فتره الاسلام وهو في مكه المكرمه، فذلك علينا ان نحافظ على الرواحل التي كلفنا الله بالمحافظة عليها في خضم هذا الأتون وهذه التلاطمات الكبيرة التي تريد أن تقتل أو تدمر أو تنحي أو تحرق كل راحلة تستطيع أن تكمل مسيرة العمل الإنسان في العالم. ثلاث أشياء هو ألا تتسرعوا، الأمر الثاني أن يعني لا تصلوا إلى تحليلات
القمه النفسيه الذاتيه. الامر الاخير التصرف الغريب من هذا الشخص. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.